السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة شوفرليه مصر على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2007 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هنبدأ نستعرض العربية مع بعض بالفيديو، وبعدين هقول لحضراتكم على سعرها وكمان طرق التواصل مع صاحبها وبعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية على فكرة فابريكا بالكامل ما عدا الرفرفين القدام، والرفرفين القدام بتوع بلادها ولكن مرشوشين بس على اللحم. عربية فابريكا، باقي العربية فابريكا ما عدا الرفرفين زي ما قلت لحضراتكم. العربية فيها طبلية خشب زي ما حضراتكم شايفين. كل العربية جديدة ما عدا الرصافين. العربية الموتور بتاعها وآلات الجر والشاسيه والكورونا والفتيس بحالة ممتازة. زي ما حضراتكم شايفين العربية حالتها ممتازة جدا. رشة بس الرفرفين. العربية موديل 2007. طبلية خشب زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نستعرض العربية من الصالون بتاعها. العربية على فكرة فابريكا دواخل بدون أي جرام بويا واحد. العربية الصالون بتاعها حالته كويسة زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. على فكرة ممكن البيع كاش وبالتقسيط. دي العربية، هفتح الباب التاني ونبدأ نشوفه مع بعض. دي العربية من الداخل، وسقف العربية طبعا فابريكا، وزي ما قلت لحضراتكم العربية فيها طبلية خشب. العربية الكاوتش بتاعها حالته ممتازة. هقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه ما عدا رفرفين. العربية فيها الرخصة بتاعتها منتهية. العربية سعرها مرور، العربية مرور الأليوبية. العربية سعرها 150,000 جنيه. سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 150,000 جنيه. لو حضرتك عايز تشتري العربية هتتواصل على رقم 012-2855-9920 للتواصل مع صاحب العربية، هيكون على رقم 012-2855-9920.